السلام عليكم. محمد المهن أد تقول دحمراي وأد لورهاي ولكن حالك وكسوجي يعني فنان إلى يرى وطبعا حالات وعاف ما أدر أد يعني أدر السوق بناتي إلا بهاس مركز الإيجار تنو فيسبوك يسكسو أبلود قرية أم كسب بوست قرية تير كان تكون كسو قرا قرال تتبدن كن حين أم إلا فجعين في الوان يكون قطين أنت صحيح إن المهيجو ربي عيان إن كجتري المهيجو ربي عيان إن كجتري طبعا ضد بدن أي يعني كان حي قرأت كم بوست جاس وكسو أبلود قري فيسبوك يسا وحي يعني نحير دنيا مركا إن يعني نح كله فنانك تري تسألنا عن سيو عسي أنتي دنينا سو إن أبدا من كسم وحياة بقى عن سد حيو يعني نسب أي أون غانكران إذا عدنا حنا كلوا سمي هاي أو ربي عن المسلمين تا يعني أو أسمي قال إيه بس نبى يعني حنا كوا شيء لوا سمي لما وأنا شيء دون ذي كل سنة هاي قف كنا لقوا امتحان يا أمل لقوا تجربين أيو أو تجرب امتحان أي تاي حتى أنا وحقيقة إن يجرا وحياة بدن وطبعا يعني ربي دتك يعني وأنا كدي وأنا كدي نادي كده عامي يعني أو كقوان أيو معين معناها كميد قول ويعني تصايا حانوك إن إلا شيغاس وقفصاس كولاكاي محاوغة تام مركور إن ربي الشيغا اللغو مقعابا لغوي أما جس جسك أما يعني إن كبيرك أما سنتايق إن ربي مر أونكو قبنا واحد داك كل عضها بيوحير يعني أو لغوي آد يعني قف كسن ميسو والله ربي يعني كو سيد ديماي وكاجا سينا يعني لغوي قاس وهذه ما تسيقر يعني ما تدك كل عضي لغوي ير سمك سو أركسه يعني بدنا يعني وحي عاصم يسمى نغواس كورنادي يعني قلق أم كوح أم تد يعني آدم بيسكول جفتين عاد أذين أقصوته إنه الشيء عن عاصمين الثانية دمبي ده كان يقصويه يعني إذا نصوا يقصويه وحاء يعني قمن يسين لي شيء أهم من سنين عن ولا سنين كورنادي قف كميدة قف كميدة إنه يعني ينكبح dad kanadan u shaaciyo oo ku dhaho an rabay aan toobad keenay wax aan qabaneen wax wanaagsan ma aysan ahayn ana oo soo bandhigo wax kasto aad qari jirteen aanay dadka soo bandhig jirin ummadana u bayaamiyo ummadana u bayaamiyo ayuu hadan ummad yani hore u ogeed balas yani bayaamin kale heshay maxaad leedahay yani uu dareemaya qofku wili ku jir kooxdaas ama ururkaas أما دتك سويل كمدة، أما يعني محادري من ذلك أها محادري من هذا، أبو يعني الشيء أنا لكم كسي تد أديم سكولة جستان مت كمدة نكبحه كديمني يعني ده وحاس أنا براها كأي ربع يعني أطابت كان وأنا كبحه أنا غفت كوجبت محادري من هذا طبعا حنون يوحاته يعني عيل بيكون قنصة وأنا مدة كانت إن markii dhor fanaan oo fanka aan ka ahay ana aan ku ahay aan dhahay markii cadeeyay in fanka iskaga bixeen umadana u cadeeyeen inuu san wax yani wanaagsan ahayn fanku rabin wax oo yani inuu ugu diido oo yani xaqta ama ay jirto waxa yani waxa xanuunsaday oo qalbi xanuun ku dhacay dhamaan fanaaniintii kale ee fanku hari inkastoo ay kala roonaayeen oo qaar ba yani qarsada xanuunkooda aan oo iska aamusay umada aan la wadaagin ان اي يعني اسكو اكي حنون كودا قار كان وي جس جسين او لغويين او دتك يعني ربي وصو لابتي بي جس جس يا عاي وحا يعني ان ولاكسين كولا كعين وحانا وقوينا او هقامين اي ينير كان هذا حنونسان فنان الياري فنان الياري وانا مدى يعني ان يقول لس ان عن موضوع قاها كسم اي اللي يوحا هيستو محقوين عن اثلايها عن اي كعاني هان وعمل حضيقة يو لو ويجي وجيستي ولا ليهم فنك فرق بحية أسيقو يعني كوشك إني يعني إن كأهد استوستوس أما الرياع أين يعني إن كأهد ربي درتيس يمرك لو يعني إن دهي أنا فنك وان بيشا أو عرورت عرورت بريسكو يعني إن كرات سدا إن كتصدح سارتا إن سيدا سدرتي أنا فنك ما كبحايا يعني ما كبيح كرو يعني محايل عرورت بايقا بها ناس عمل يتن ودر أهد كو كو هاي فانك ايان كبحني يعني وان توبت كين وربع ايان صولابني يبال مقالي اهايين طبعا
waa erayo aan yani wanaagsaneyn kibir lagu jeesjees yani ku ah yani ah waxaana yani ka keenay in looga siibtay yani waxa yani iskuul jireen mana wanaagsana mana wanaagsana in sidaas loo hadlo ama sidaas la sameeyo ugu fanka ama suugaanta waa shay wanaagsan yani aad iyo aadna u fiican diinta yani lagu kor yooli karo ama kor loogu qaadi karo sida munashidkii carabeed aan dhintay aan fiidiyowkii ka horay yani ka taariikheena ee aan ka sheekeynay hadise aad yani si qaldan u isticmaasho umadan yani ku fasahaadiso waxa uu yani isku rugayaa sida adi u rugtis lamida ayuu asina isku rugayaa ayuu yani isku bedelayaa ugu dambeyntiina markay tahay timaado waqtigaad u dhamaado rabbina inta badan yani waxa uu nafta ugu qaadaa ruuxaas yani sida khaldan u adeegsaday fankaas yani si bahdilaada oliidnima markaas yani markaas ma qadaysaa hebel waxa uu ahay fanaan qaran fanaan caana bulshada magac ku leh fanaan yani intaas oo sano yani ayuu xanuunsanayay xanuun ayaa lasoo gudboonaaday dareel caafimaad ma uusan helin sacariir ayuu yani ku dhintay yani qaab ugu dambeysa rabbi wuxuu yani u bahdilaya qaab yani dulinima dadkoo shal yani usoo heysaayey yani udkiis ugu raaxinaayey shal ku hayo kiib goyn markay maanta midiis yani imaato yani alla nafta dheedeel ugu maqaada badanaa waxaa maqle fanebel kilida ayaa xanuuntay kaas wadnaha xanuunay kan yani maskaxda waxa ugu soo baxay yani waa caqaab weyaan waa caqaab maxaa yeele yani dembigiis ayaa dad kale ku sii dhumayaan marka shay adigu dembiga marku adigu kuu ogsoon yahay ama adigu kuu egyahay waa caadi laakiin marka dad kale yani ku sii dhuminaysid yani xagga fanka waxaa waaye meesha anagana gu dhaha waxaa tihiin ummadan ugu kheyrka badan oo maxaa ku naqaanay alamr bilmacruuf wanahyi cani lmunkar fankaasi waxaa waaye yani sida munaafiqiinta camal weeyaane dadku waxaa lagu farayaa xumaantii wanaagiina waa looga reebayaa marka yani sidaas daraja ayuu rabbi yani qofkan ku bahdilayaa waana midda keenta in dadka caanka ay u naxaan finaan idoyale yani inuu noqdo ama oo ka baxo waddadii ay ka baxeen kubaradii asiga ka horeysay qaarkoodna yani ay sheegeen oo ay caddeeyeen inay tahay in yani laga warqabo xaaladiisa oo aan la dayicin sida kuwii hore loo hilmaam oo kale idoyare waxaa mooda in weli uusan jilcin uusan rabigiisa dhaba yani uusoo toobadkeenin waxaana ku cadeynaysa oo aan u dhahayaa sidaas yani in uu soo bustigareeyey hees uu soo qaaday asiga yani uu uga hadlaayay geeridii iyo xanuunka ay leedahay muxuu kusoo qaray kunka seesaa yani markuu linkiga soo qaatay kor wuxuu kusoo qaray facebookiisa ha dhegeysan muusikada iyo bugta yani dhuux uun ereyada heestan ereyadeeda uun dhuux oo ha dhegeysan bugta iyo muusikada waa sax laakiin weli dinba ayaa kuu socdo inta ay yani dad dhegeysanayaan bugtaas mana uusan raayogelin dadkii uu shalay yani ku lahaa fanka markay ka baxeen oo rabbigood usoo laabteen magaale ahaayeen kuwoodii hore ani fanka yani waan biishaa mana ka baxaay sida uusan yani rabbi meel kale yan u helin oo kale oo rabbi uusan meel kale u helin oo kale yacni asiga yani isku tashtay oo aan yani rabbi yani ku tiirsaneyn kadib markuu dareemo xaalad caafimaad daranne inuu yani sii galbanayo ama yani uusdhahayn waqtigeeda uu dhamaarabiyaa in ilmihaygo rabbi ayaan kaga tegay oo yani kusoo qoray facebookii maxaa la yaaba rabbiga oo maanta dhahayo ciyaalkaygo rabbi ayaan in kaga tegay miyuusan ahayn rabbigii uu shaal dhaha yani isdhahayo meel kale kuma helayo markuu dhahayo fanka imika baxay oo waan biishaa oo waa ku dhex jirayaan meel kale aan ma haysto camal yani muuse rabbiga maanta ugu tega aysan ahayn oo beri yani usdhaha rabbi yani ha kaaga warraqabo rabbi yani uga tag fanaanka dabcan allah caafiyo allah ka dulqaada xanuunkaas hadda haysto laakiin idlayaro waxaa ogaataa in rabbi yani weli aa fursad haysato yani rabbigaada aada ugu soo laaban karto mar haddii nafsadu timaado ama uu dhaco adduunka doon adduunka kala gadoon dabcan rabbi ma aqbalayo toobadkeen oo toobadu waxay leedahay waqti jaan go-aan yani rabbi ummadda u baneeyey waa xilliga waqtigaada intaan la gaarin iyo adduunyada intaysan kala uusan xilligeedii uusan dhammaan marka toobad intaas ayay waqti ku leedahay marka saaxiib isku day
إن أت فنك إسكجب حظ إن أت فنك إسكجب حظ كتو بتكن تربي جانا يعني أصول لعبتو دمان يعني أنت يعني رزق هذا يعني ربي هو قري حكول ولي رزق أنت بيل ذلك أنا جوه لسا تبع ملي فوز أيها لسا حكولت لا إن فنك إسكجب حظ علاش هذا أنت كوجت يعني لجو قري يعني عدي يا كذا بقى دمان تذكر إن واحد يعني أكون على هذين واحد كون على هذين لما نقو ومدة عادية وربي يعني كوكل صونو مدة عادية لما نقو ربينا ما أقبل الدعاء مد حاران كسوكري حاران سوقوت ببسكوس حاران يعني حاران سوعبي سكستو يعني ربي يعني وصو يعني جلعية أما سكستو دوات سيا هذا ربي ما أقبل عليه كده نوش يعني بيجينا الحديث كي لغسوري أبي هريرة وأنا هاي ربي يعني ما أقبله إلا شيء ونعكسه من عليه يعني ومنعكسه هاي شيء ونعكسه معنا الشيء كله ما أقبله يعني مركو حديث كوا دراء مركو نبي وحوك شيء كي من يعني السفر كقصد دراضي تميس بوريسين كعمه كرتاج أنا وكوها يا ربي يا ربي يعني أنت دي سوى حاران يعني عبتنك وسوى أبي وحاران لبسكيس وحاران حاران يسوقوا ذي قال يعني مكسوني بحراني فأنا يستجابوا له يعني سيدي يعني لو أجيب الدعو يعني نأسئله من حاران كثير مثلا يعني حوتاقين حالة دي يعني قفك اللي أجيب له الدعاء يعني قفك منكو السفر كجر أدواتي سيان وحالة دي محاكمين تاي حالة ربي دعاء أجيب الدعاء تاي مستجابة هذا ننكا ويح أدير وحاواي يعني انتدي سئي يعني إذا ما نلوشيس إذا ما يوحي سيدن واو حاران ماك ساحب يسكو دي إن عاد يعني نهرت يعني كب حضو فنكا شاقا يعني حلالنا يعني كره ستو سيدا عاديك عرور تهذبا لو أقبل الدعاء دينا وا يعني كوكود عين سيدا نكاسو كلوك يعني كود عضو كلا جيس جيس كاذي هرنا عاد رب يعني اوغو طوبت كنتو ملي حتى وحاونا سين عاد يعني كوذا بحن إن هذا كوض بحين سيدي فلان ننتهي هون عمل عن أي سمعين وقال عن أروكتا يعني وحي شالي ربي كعار قلنيس إن عمانتا يعني كفرحات قلسو كرالي قلسو شالي وحا يعني عمانتا كفريسي ماانتا عاد وناك كفرتتك ماانتا وناك كفرت أمدي شالي وحا عمانتا كفريس إن عاد ماانتا يعني آل لكتو عاد كفرتو وناك سيدا شلي عادن او استعمال سكدون عاد او استعمال فنكا او هيمد ربي كسي دينت عادن او قيب قاطو سيد منشد عبد الله المهداوي سيد شرفت اي صنعدا يعني ان بوشد او كل حاي انت سوخيغه تلي تسال ان او تلاغلي ولالكين فان اذا يره ان ربي خان او برينا انو كدول قاد حنون كاس هاي او بدل دمي داف اي عاشماد ان وخ كستو همينين ربي ورميو يعني او وناكسن ربي ارميو ربنا يعني ان وديغو شيء يعني لو علاناي ان ربي كدوناي ان ان او صلاحشلي خلدكي او كدحاي يعني ونا ادهيكتدو ان سيس او ادهيكسناي سي كوناسن دما ربي حق حناتو لكن ايديرن ان ادعين او ربي ان او برينو انو يعني ربي كدلو قاد حنونكاس يعني هايو ان ربي او بدلو ان حاتمات او كما سنتين داوشن مقال كان انت كل مدى نيكست فيديو وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.